نشرة مفصلة للأخبار نسهلها بالعناوين. بومبيو جاء بلاءاته الثلاثة، لا لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وأي دولة في العالم مع سوريا. نائب وزير الخارجية السوري للميادين، لا حدود أمام دمشق لاستعادة الجولان المحتل، وهي جزء لا يتجزأ من المقاومة ولا تكتفي بدعمها فقط. إعلان ترامب حول سيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل يواجه برفض دولي، هي أرض سورية وفق القرارات الدولية. حزب الله بالنسبة لنا هو حزب لبناني غير إرهابي، هو منتخب نوابه من الشعب اللبناني وبتأييد شعبي كبير. تأكيد رسمي لبناني لرفض تصنيف حزب الله بالإرهابي، وحزب الله يصف تصريحات بومبيو بالتحريضية وبأن هدفها إنقاذ إسرائيل من المأزق. شهيدان وعشرات الجرحى جراء اعتداءات الاحتلال على المتظاهرين في مسيرات العودة في غزة. تظاهرات حشدة في الجزائر تطالب بالتغيير السلمي في البلاد وترفض التدخل الخارجي. أنا لم أعرض نفسي على النهضة إلى الآن، ولا أستبعد أن أكون من الذين يتسابقون في هذا المضمار بشكل أو بآخر. الشيخ عبد الفتاح مورو لا يستبعد الترشح لمنصب الرئاسة التونسية، ويؤيد مراجعة الدستور لجهة إعطاء صلاحيات أكبر للرئيس. أهلا بكم. قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إنه لا حدود أمام دمشق لاستعادة الجولان السوري المحتل، وأن القيادة السورية تدرس كل الاحتمالات في هذا الصدد. وخلال مقابلة مع الميادين قال المقداد إن كل الخيارات مفتوحة. البيان السوري قال بأننا ندعم استعادة الجولان السوري بكافة الوسائل الممكنة. طبعا يعني الحد الأعلى والأقصى لهذه، يعني حدود هذه الوسائل ما هي؟ لا حدود. أنا أتحدث بكل صراحة، والقيادة السورية تناقش كل هذه المواضيع. نحن لا ندعم، نحن جزء لا يتجزأ من المقاومة للخطط الصهيونية وكل ما جرى في سوريا من ألف هذه الأحداث إلى يائها الآن هو بتخطيط مباشر من الكيان العنصري الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت خادم بإدارتها الحالية بشكل خاص الآن خادمة لكل ما تتطلع إسرائيل، فلتأمر إسرائيل وتنفذ الولايات المتحدة الأمريكية. المقداد وجه تحية إلى أهل الجولان السوري المحتل وصفا إياهم بالأبطال الذين نتطلع إليهم لنيل الحرية والاستقلال. المقداد أكد أن الجولان سيبقى عربيا سوريا رغم التصريحات الأمريكية الأخيرة. لا مستقبل للاحتلال ولا لاستمرار هذا الاحتلال، وأن المستقبل للشعوب. إذا نظرنا في عام 1967 عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، نجد أنه كانت هنالك أعداد قليلة من المواطنين السوريين، لكنهم تصدوا ببطولة، وها هم يثبتون في كل يوم أنهم يعيشون على أرضهم ويعيشون من أجل وطنهم الأم سوريا، وأنهم لا يترددون تحت أكثر الظروف وطأة وشدة وقمعا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المطالبة بعودتهم إلى حضن الوطن الأم سوريا. المقداد قال أن هناك تناقضا في السياسات العربية تجاه سوريا، فمن جهة تستنكر دول عربية الكلام الأمريكي عن ضم الجولان إلى إسرائيل، فيما تبقي سوريا خارج أطر العمل والتنسيق العربي المشترك. وخلال مقابلة مع الميادين قال المقداد أن الدول العربية منصاعة للإملاءات الأمريكية. بومبيو جاء بلاءاته الثلاثة، لا لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وأي دولة في العالم مع سوريا، ولا لتقديم أي دعم لإعادة الإعمار في سوريا. ولاحظنا أن كل هذا ذلك الزخم قد تراجع. رأى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن قرار ترامب امتحان لما تبقى من أخلاق سياسية في العالم. وفي حديث للميادين شدد على أن سوريا ليست وحدها، واعتبر أن واشنطن تصفي حساباتها مع روسيا
وإيران. اليوم القرار الأمريكي هذا، القرار الرئيس ترامب، هو امتحان لما تفضلت وتحدثت عنه، امتحان لما تبقى من أخلاق سياسية، خلينا نسميها مو أخلاق عادية لأنه الأخلاق العادية صعبة اليوم، أخلاق سياسية، يعني ردود أفعال الدول، بعض الدول العربية، بعض الدول الأوروبية، بعض الدول الإسلامية، ردود الأفعال الإيجابية التي صدرت، هو امتحان لما تبقى من أخلاق سياسية في هذا العالم. نحن لسنا وحدنا في الأمم المتحدة ولا في قضيتنا، يعني أنا بس اليوم كما حكيت في مؤتمر الصحفي، اليوم الإدارة الأمريكية عندها مشاكل مع الدنيا كلها ليس فقط مع سوريا. الإدارة الأمريكية تحارب روسيا وإيران في سوريا، الإدارة الأمريكية لا تحارب سوريا فقط، الإدارة الأمريكية عندها حسابات عم تصفيها مع روسيا ومع إيران، لهن حلفائنا طبعا، نحن ما عم نبرر لترامب هذا الكلام. الجعفري قال إن الجولان أرض سورية بموجب القانون الدولي وسيعود إلى سوريا ويعود إليه أهله. الجولان أرض سورية بموجب القانون الدولي، وعاجلا ما آجلا هذا الجولان العزيز سيعود إلينا، وسيعود نصف مليون سوري مهجرين من الجولان منذ سنة 67 إلى أراضيهم وقراهم وبلداتهم وشجرهم ومائهم. فهذه القصة محسومة بالنسبة للقيادة السورية، لسنا في معرض المساومة على مصير الجولان ولا بشكل من الأشكال. وأنت تعرف أنه عندما كنا في حالة تفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول استعادة الجولان، أقر الإسرائيليون من خلال وديعة رابين بأن الجولان لحدود الرابع من حزيران هو ملك سوري، هو أرض سورية. فيعني إذا الإسرائيلي نفسه اعترف بأن الجولان أرض سورية، بده يجي ترامب هلأ يغير التاريخ؟ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، قوبل بردود أفعال من مختلف دول العالم. تقرير يلقي الضوء. ردود عالمية وأقليمية منددة بدعوة ترامب إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. موسكو وصفت تصريحات ترامب بالخرق المباشر لقرارات الأمم المتحدة، في حين أمل الكرملين أن تظل دعوة ترامب مجرد دعوة وألا تتحول إلى إعلان رسمي، لأن من شأنها زعزعة استقرار الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط. من جهتها أكدت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، مؤكدة رفض الخطوات الأحادية لتغيير الحدود. وقد تلاقى هذا الموقف مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي أكد على لسان فيدريكا موغيريني أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 67 ومن بينها الجولان. طهران من جهتها أكدت أن القرار الأمريكي غير مشروع وغير مقبول. ومن اسطنبول أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن صدمة تعتري العالم من تصريحات ترامب وإعطائه ما ليس له لإسرائيل العنصرية، أولا القدس والآن الجولان. الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان أعلن من جهته أن تصريحات الرئيس الأمريكي تضع المنطقة على شفا أزمة جديدة، مشددا على أنه لا يمكن السماح بإطفاء الشرعية على احتلال الجولان. أما في فلسطين فقد شددت الرئاسة الفلسطينية على رفض تصريحات ترامب، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة أن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري. حركة حماس قالت إن الكيان الإسرائيلي لا سيادة له ولا شرعية له على أي شبر من الأرض العربية والإسلامية. أما الأزهر الشريف فقد شدد على أن الجولان أرض سورية محتلة ولا شرعية لسلطة الاحتلال عليها. مجلس حقوق الإنسان رفض انتزاع السيادة السورية عن الجولان السوري المحتل، وأكد المجلس في قرار صوتت عليه أكثرية الدول الأعضاء بطلان أي إجراءات إسرائيلية لتغيير واقع الجولان المحتل ومستقبله. موسى عاصي. بعد أقل من 24 ساعة على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجولان السوري المحتل جزءا من إسرائيل، جاء الرد من مجلس حقوق الإنسان بأن هذه المنطقة الاستراتيجية هي أرض سورية محتلة، وبأن كل الإجراءات الإسرائيلية لضمها وتطبيع سكانها مرفوضة، وعلى إسرائيل الامتثال للقرارات والمعاهدات الدولية وعدم الإقدام على أي تغيير ديموغرافي. القرار بشأن الجولان السوري المحتل الذي تقدمت به
باكستان تبناه 26 عضوا من أصل 47 هو عدد أعضاء المجلس. هذا القرار يؤكد ما يؤكده الأهالي السوريون في جولان سوري المحتل منذ احتلاله عام 67 حتى الآن، وهو أن جولان هو أرض عربية سورية وستبقى كذلك بغض النظر عن محاولات إسرائيل وعن محاولات الولايات المتحدة بتوفير الدعم الأعمى لها في الأمم المتحدة. بريطانيا حلت محل الولايات المتحدة في الحملة على مشروع القرار المتعلق بالجولان، لكن الموقف الأوروبي كان مستغربا. لقد غاب التوازن عن نص مشروع القرار، فهو يتحدث عن معاناة السكان السوريين بسبب الأعمال الإسرائيلية ولا يأتي على ذكر المعاناة التي يتعرض لها السوريون من قبل النظام السوري، لذلك فنحن نصوت ضد هذا القرار. القرار الأممي الجديد يعد كل التدابير والإجراءات الإسرائيلية المتخذة منذ عام 1981 لاغية، إضافة إلى عدم الاعتراف بأي استفتاء تنوي إسرائيل تنظيمه قبل انسحاب الاحتلال من الهضبة السورية. تبني أوروبا للموقف الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان ورفض التصويت على مشروع قرار حول الجولان السوري المحتل يتعارضان تماما مع القرارات الدولية التي كانت أوروبا نفسها قد وافقت عليها سابقا والتي ترفض أي سيادة غير السيادة السورية على الهضبة. موسى عاص، جنيف، الميادين. رأى عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي أن أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان المحتل خارج عن المنطق ويبين الحقد الدفين على سوريا التي أثبتت أنها ضمير الأمة، لكنه شدد في اتصال مع الميادين أنها مسنودة بمعسكر قوي. يجب أن يجتمع القمة العربية الجاية هاي أن تأخذ قرار بطرد السفراء الأمريكان وباتخاذ موقف، لأن الجولان ستر عورة العرب. الجولان إذا راح الجولان ما فيش كرامة عند أي عربي، معناها راحت فلسطين كلها، وبالتالي كثرة الضرب تولد انفجار. هذا ترامب لم يبقي لهم أي رداء يتستر تحته. هؤلاء، هذا ترامب يخرج الآن على من الأمم المتحدة وقراراتها وقرارات الشرعية، يخرج عن التقاليد والأعراف، يخرج عن الدولة العميقة. بإمكان العرب وهم يذلوا ويأخذ مالهم وبيفتن فيهم وبدوش يخرج إلا بعد ما يدمر عرية القوم. هذا كلام أصبح واجب على كل الذين يعني يسيروا الولايات المتحدة الآن أن يقولوا كفى. الجولان المحتل تلك المنطقة الاستراتيجية السورية المطلة على فلسطين المحتلة، أهميتها الاستراتيجية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، في هذا العرض مع بيسان طراف. أهلا بكم. تحتل إسرائيل منذ حرب 67 ثلثي مساحة الجولان السوري، وقد بنت جدارا متطورا على طول الحدود في الجولان المحتل، وأعلنت عام 2016 قرارها اعتبار الجولان إقليما من أقاليم الجبهات الداخلية الإسرائيلية، فيما رسمت الأمم المتحدة خط وقف إطلاق النار. وفي حرب أكتوبر عام 73 استعادت سوريا أكثر من 50 كيلومترا مربعا. إسرائيل وسوريا توصلتا عبر الأمم المتحدة إلى اتفاقية لفصل القوات ونشر مراقبين دوليين عام 74، وبعد تحديد خط الهدنة باتت المنطقة خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، فشرعت إسرائيل في عمليات الاستيطان في هذه المنطقة، وأصدرت في العام 81 ما يسمى قانون الجولان القاضي باعتبارها أرضا تسري عليها القوانين الإسرائيلية، وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار 497 في كانون الأول عام 81، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان، وصدر القرار بإجماع أعضاء المجلس ومن ضمنهم الولايات المتحدة. تحتل إسرائيل من الجولان السوري مساحة تبلغ نحو 1200 كيلومتر مربع، كانت تضم 137 قرية و 112 مزرعة، وكانت تشمل مدينة القنيطرة قبل أن تستعيدها سوريا في حرب 73. ديموغرافيا هجرت إسرائيل أكثر من 100 ألف من سكان قرى الجولان
جولان تعيش غالبيتهم العظمى في ريف دمشق، واليوم ثمة خمس قرى يعيش سكانها تحت الاحتلال، وهي مجد الشمس، مسعدة، عين قنياء، الغجر، بقعة. قرى كان عددها ستة قبل تهجير أهالي سحيتة المجاورة. حاليا هناك 33 مستوطنة إسرائيلية في القسم المحتل من الجولان، تؤوي نحو 20,000 مستوطن وقرابة 20,000 سوري في القرى الخمس، معظمهم في مجد الشمس. استراتيجيا يمنحه جبل الشيخ البالغ ارتفاعه 2800 متر تل أبيب موقعا مميزا لمراقبة التحركات في سوريا، فهي لا تبعد سوى 60 كيلومترا عن دمشق. كما تعد المنطقة مصدرا مهما للمياه العذبة، محاطة بأراض جافة، فأمطار الجولان تغذي نهر الأردن وتوفر ثلث احتياجات إسرائيل من المياه. أرض الجولان خصبة جدا، تتمتع بتربة بركانية تستخدم للزراعة وتربية الماشية. وبالترحيب الكبير تلقى الإسرائيليون تغريدة الرئيس الأمريكي بشأن الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي على الجولان، اعتراف أجمع المراقبون على اعتباره هدية انتخابية لنتنياهو. تقرير منال إسماعيل. قبل نحو أسبوعين على انتخابات الكنيست 21، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة على خط المعركة الانتخابية في إسرائيل، مقدما هدية قيمة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يواجه المزيد من قضايا الفساد. قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية، ترامب يلقي قنبلة سياسية استراتيجية على الشرق الأوسط، ومرة أخرى عبر تغريدة على تويتر، ويعترف بأن الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. وهذا الأمر حصل في الوقت الذي يزور فيه بومبيو إسرائيل، وفي الوقت الذي تنشغل فيه العناوين في إسرائيل بتورط نتنياهو ظاهريا بصفقة أسهم غير سليمة. خطوة ترامب هذه دفعت مراقبين إلى وصفه باللاعب الجديد في الانتخابات الإسرائيلية، الذي يتوقع منه أن يقدم الكثير في هذه المعركة لمصلحة نتنياهو. يبدو أن جانتس قدر صحيحا. أعتقد أنه من الواضح للجميع الآن أن ترامب والبيت الأبيض وهذه الإدارة مجندون لمساعدة نتنياهو في الانتخابات اليوم مع هذا القرار. فلننتظر ولنرى أي حلويات تنتظر نتنياهو مع بقاء أقل من 3 أسابيع للانتخابات. الترحيب الإسرائيلي بتغريدة ترامب لم يمنع المحللين من التحذير من أن هذه التغريدة لن تضفي الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للجولان. من ناحية دبلوماسية أو عملية ليس هناك أي تغيير دراماتيكي ولن يكون. من ناحية القانون الدولي فإن السيادة الإسرائيلية في الجولان ليست قانونية وغير معترف بها، وهي أرض محتلة. تدخل ترامب في الانتخابات الإسرائيلية لم يعد خافيا برأي مراقبين، ووفقا لهم فإن ترامب لم يتجند فقط في حملة الليكود، بل ويتساوق مع رسائل نتنياهو بالكامل، وإذا تطلب الأمر سيقوم بزيارة قصيرة إلى إسرائيل قبل يوم أو يومين من الانتخابات من أجل إعطاء دفعة أخيرة لنتنياهو. التصعيد الأمريكي ضد حزب الله ترجمته زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبنان في مختلف الملفات الداخلية اللبنانية أو في تلك ذات الصلة بالصراع مع إسرائيل. في المقابل جدد المسؤولون اللبنانيون تأكيد الموقف اللبناني في ملفات شائكة كالنزوح السوري ورفض وصف حزب الله بالإرهابي وترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. محمد محسن. الوقت لا يتسع للدبلوماسية. مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بدأ زيارته خلافا للأعراف من وزارة الداخلية للبحث في ملفات التعاون الأمني والنزوح السوري. نقف إلى جانب إسرائيل، غردها بومبيو على تويتر خلال لقائه مع رئيس البرلمان نبيه بري، الذي كرر على مسمعه موقف لبنان الرافض للتخلي عن حدوده البحرية لصالح إسرائيل ودافع عن حزب الله. بومبيو ذكر الحزب في زيارته أكثر من أي عبارة أخرى. حملات حزب الله المسلحة منافية تماما لمصالح الشعب اللبناني،
كيف يمكن لصرف الموارد وإهدار الأرواح في اليمن والعراق وسوريا أن يساعدا مواطني جنوب لبنان أو بيروت أو البقاع؟ كيف يمكن لتخزين آلاف الصواريخ في الأراضي اللبنانية لاستخدامها ضد إسرائيل أن يقوي هذه البلاد؟ الإيجابية التي لقيها في القصر الحكومي لم تكن موجودة في القصر الجمهوري. لدقائق انتظر بومبيو الرئيس اللبناني ميشيل عون. سلام جاف يعكس تباين المواقف. الرئاسة اللبنانية تمسكت بحق لبنان في مقاومة أي اعتداء وبضرورة عودة النازحين السوريين من دون انتظار الحل السياسي وبلبنانية حزب الله. الموقف نفسه سمعه بومبيو في الخارجية. أكيد أكدنا أن حزب الله بالنسبة لنا هو حزب لبناني غير إرهابي، هو منتخب نوابه من الشعب اللبناني وبتأييد شعبي كبير، وتصنيفه بالإرهاب هو أمر يعود للدولة يلي بتصنفه على هالأساس ولا يعني لبنان. زيارة يصعب عزلها عن التصعيد الأمريكي في الإقليم، ليس بدءا بتفعيل العقوبات على إيران ولا انتهاء بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. ومن هنا يدخل لبنان دوامة جديدة قد تهز استقراره السياسي وأشياء أخرى. بمرونة لا تلغي الثوابت امتص لبنان الرسمي خطاب بومبيو، لكن ثمة من يقول إن واشنطن تضع حلفائها اللبنانيين من جديد على عتبة مواجهة داخلية قد تكون صعبة عليهم وغير مضمونة بالنسبة إليها، خصوصا إذا ما لجأ حزب الله وحلفائه الإقليميون إلى الرد بالمثل على قاعدة أن التصعيد بالتصعيد. محمد محسن، بيروت، الميادين. رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين اعتبر في حديث لقناة المسيرة أن لغة التحريض الأمريكية على المقاومة في لبنان تدل على عجز سياساتها في المنطقة وتهدف إلى إنقاذ الإسرائيليين من مأزقهم. يريدون بكلمة واحدة تخليص الإسرائيلي من مأزقه. الإسرائيلي اليوم يعاني مأزق. إذا لاحظت اللهجة الأمريكية الجديدة في لبنان كانت دائما هي لهجة متعنتة وصلفة، كانت تبقى دائما في الصالونات المغلقة، اليوم بدأت تخرج إلى العلن. هذا دليل لحالة اليأس الذي يعيشه الأمريكي، وهو ينظر إلى اللبنانيين وهو يتحدث عن ذلك، يقول لهم، لمن يدعمهم طبعا، يقول لهم نحن دعمناكم وأيدناكم ويسرنا لكم كل ما تريدون ونحن خلفكم، ونحن أمريكا الدولة الكبرى في هذا العالم والتي تتسلط على هذا العالم، ما بالكم لستم قادرين على أن تواجهوا حزب الله. يعني هذه اللغة التحريضية الخسيسة والخبيثة للأمريكي هي بالحقيقة تدل على عجز أمريكا في سياساتها. نائب رئيس البرلمان اللبناني إلي فرزلي قال أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للبنان هي قرار إسرائيلي لإرباك الساحة اللبنانية. وفي اتصال مع الميادين اعتبر أن هذه الزيارة تهدف إلى ضرب الاستقرار. أنا أعتقد أن الذي كان منتظر من زيارة وزير الخارجية الأمريكي هو الذي حدث. أنا لم أقرأ في هذه الزيارة إلا ترجمة لقرار إسرائيلي بإرباك الساحة واستنفارها لاستمرارية إرباك حزب الله وبالتالي خدمة مصالح إسرائيل في المنطقة. أنا رأيي الشخصي المتواضع جدا أنه لا يوجد سياسة أمريكية في هذا الشأن. هناك قرار أمريكي هو عبارة عن قرار إسرائيلي تنفذه الإدارة الأمريكية. استشهد فلسطينيان وأصيب نحو 50 جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة 51 من مسيرات العودة، حيث أكدت الفصائل أنها ستلزم الاحتلال بكسر الحصار من خلال استمرار الضغط الشعبي على الحدود الشرقية. أحمد شلدان. متمسكين بثوابتهم ومطالبين بأدنى حقوقهم الإنسانية، احتشد آلاف الغزاويين على الحدود الشرقية للقطاع المحاصر في الجمعة 51 من مسيرات العودة،
حيث عاجلهم الاحتلال بالرصاص موقعا بينهم شهداء وإصابات. كل شهيد، كل قطرة تنزل على أرض فلسطين تزيدنا إصرار وتزيدنا عزيمة على مواصلة المسير، وتزيد من وسائل فعاليتنا للانطلاق لكي نطالب بتحقيق مطالبنا. انظروا هذا الشعب الفلسطيني، الشعب الذي كل يوم يقتله الاحتلال، الشعب الفلسطيني كل يوم يذبح، يعني الشعب الفلسطيني يطلب حق من حقوقه، يعني ما يطلب أي شيء. من خلف سياج أمني جديد استحدثه الاحتلال، أطلقت الرصاصات وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في جمعة المسيرات خيارنا. ورغم هذا كانت مواجهات الكر والفر عنوان الشباب الثائر الذي أظهر تضحية كبيرة تؤكد الفصائل أنها لن تذهب سدى. هناك ردود إسرائيلية إيجابية ليست هي المطلوبة، ولكنها يبنى عليها ونواصل الطريق، ونحن ننتظر الوفد المصري إن جاء. نحن في عجلة من أمرنا، لكننا لا نستجدي حقوقنا. سنواصل كل أدوات الفعل الشعب المقاوم في وسيلة للضغط على هذا المحتل الإسرائيلي. وتتجه الأنظار في قطاع غزة صوب المسيرات المقبلة التي ستكون في 30 آذار/مارس، حيث شددت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة على التحشيد الكبير لها، ولا سيما أنها ستتزامن مع ذكرى يوم الأرض. ومع استمرار مسيرات العودة واقترابها من الذكرى السنوية الأولى، يثبت الغزاويون فشل الرهان على تراجع تحركاتهم الشعبية. فرغم ارتقاء مئات الشهداء وسقوط آلاف الجرحى، يبقى شعار هؤلاء المتظاهرين ألا عودة عن مطالبهم المشروعة. أحمد شردان، غزة، الميادين. بالتوازي وصل المستوطنون استفزازاتهم برعاية جنود الاحتلال، وقد دنسوا مجددا الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث أقاموا مراسم ما يسمى عيد المساخر. كذلك تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين وأمهاتهم من دون رادع. في هذا السياق عرضت مواقع التواصل محاولة جنود الاحتلال إجبار أم فلسطينية على توقيع ورقة اعتقال طفلها بزعم قيامه ما وصفوه بعمليات تخريبية. انتوا هيك بعملكم بلاول في الولد، هو ما عمل شيء. شو بالضبط على فكره؟ مش عيل غير هو المعلم، مش شيء، هو معلم لي انا. خطا مريض، حرام عليكم. هاي ما بتصيفه مشان يساعدكم، يعني انا فاضي. نو يا جد. ايوه جد عن جد، لانه كويس كويس سايس الان. انا تاني مش مبسوط. خلص اسكت انت الثاني. انا خلاص بعرف وين ما خلص اسكت. نفلت على المشبحة ديلوكس. شو هذا أخي؟ وقع هون إذا بتسمحي، هون بالتوقيع عندنا. هاي الورقة بتضل معك، هاي بالعربي ولا بالعربي؟ بتوقع إنه أخذنا أخوك؟ إنه متهم بعملية تخريبية أو تخريبية. بتوقع على إنه ابنها سوى. لا أنا مو مهرة وقتها. أنت ما بتفهم يعني. ليش تفهم؟ لو قلت خليني أنا قلت هو اللي بوقع، مش أنا اللي بوقع. أنت صغير مش صعبة الأخطاء ما قبل السابق. مش أنا اللي بوقع، أوقع على شيء أنا ما إليش فيه. وفي كفر قدوم بقضاء قلقيلية، بث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد الاعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية. أكد المندوب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة إبراهيم خريشي للميادين إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لا مثيل لها في العالم.
طبيعة الانتهاكات التي تواجهها فلسطين تختلف تماما عن باقي الانتهاكات في كل أنحاء العالم. لا يوجد في أي كان إغلاق أكثر من 12 عام، لا يوجد سرقة أرض وبناء مستوطنات واعتداء على المصلين وعلى الأماكن الدينية والسيطرة على المصادر الطبيعية، وآخر شيء السيطرة على الفلوس وسرقتها. كما تعلمون إسرائيل أوقفت وسرقت 149 مليون دولار من الأموال التي تجمعها باسم دولة فلسطين من الضرائب. اعتبر رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل محمد بركة أن البيانات الصادرة مطلوبة ومفيدة، لكنه شدد في حديث للميادين على ضرورة أن تكون هناك خطوات على الأرض وحراك دبلوماسي لمواجهة الموقف الخطر. حتى لو صدر من هناك 50 بيان في إدانة ما يقوم به ترامب، ما يحدث على الأرض بالفعل هو تماثل كامل. الأموال التي تغرقها السعودية وتضعها تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية، هذه أموال تصرف على قتل وقمع واحتلال الشعب. حتى الآن المطلوب هو أن يكون هناك موقف واضح صارم. المشكلة هي التواصل العربي. هنالك أنظمة تسمى أنظمة عربية ولكن عربية تابعة لأمريكا. فاصل قصير نواصل بعده نشرتنا. من جديد أهلا بكم. شهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات حشيدة للمطالبة بالتغيير السلمي في البلاد، وغصت ساحة البريد الكبرى بالمحتجين في قلب العاصمة، وردد المتظاهرون هتافات تتمسك بالوحدة الوطنية وتشدد على رفض التدخل الخارجي. أسامة عبد النور. من شارع موريس أودان الشهير إلى ساحة البريد المركزي تدفق المتظاهرون وهم يرفعون مطالبهم بالإصلاح السياسي العميق وبتغيير وجوه السلطة الحالية. أنا في عمري 23 سنة من اللي عرفت صلاحي وأنا نشوف فيهم غيرهم يا أخو، خلاص كرهنا منهم. ديقاش ويحيى، ديقاش سبون، ديقاش كامل يا أخو، خلاص كرهنا بدوي قاع ما كرهوش منهم، خلاص سيبوا ما نسحقوهمش. والجزائريين ما يحبسوش، شفت في بالك ما يحبسوش غير راح طلع مافيا كامل. ما نحبسش كنت أنا خرجوا، ما ناش حبسين، خلاص كرهنا كل جمعة نزمطوا عليهم. وسط غياب شبه تام للتغطية الأمنية، رفعت الجمعة الخامسة شعار الرحيل وتسليم المشعل لجيل الاستقلال. المتظاهرون طالبوا بانتقال سلمي للسلطة من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية. الحركة هذه قاعدة توجد متواصل، لغاش ما سبناش نقاش مع من نتناقشوا، نتناقشوا مع اللي خبطونا ديجا في الصور، نتناقشوا مع من؟ مع الدولة بلاد الهاوية، مع من نتناقشوا؟ نشدوا السلطة، حان الوقت بتسلمونا المشعل، لخاطش على راكم فقدتوا الشرعية، فاقد الشيء لا يعطيك، ما دام الشعب هو مصدر كل سلطة ومكفول دستورية. حنا رانا قادرين على إشقانا، حنا ولاد شهداء، ولينا مجاهدين، نقدروا عليها أخوي العزيز. ما سحقوهمش. عاليا رفرف العلم الفلسطيني إلى جانب الراية الجزائرية. الجماهير المحتجة عبرت عن غضبها من تخاذل أنظمة عربية وتنكرها لعروبة فلسطين وأراضي الجولان السوري المحتلة. وإحنا في الفرح ولا في الحزن مع فلسطين، ما نسمحوش فيهم، خاوتنا مسلمين كيما احنا. كل ماشي العرب، كل ماشي العرب، الحكام العرب اللي باعوا فلسطين، فلسطين عندها مدة من مدة الاستقلال تاعها. صح. ضغط متصاعد من الشارع وتنازلات متتالية من السلطة التي انحازت أحزابها الموالية إلى سلمية المطالب الشعبية. لم تمنع الأمطار جموع المواطنين من الخروج والمطالبة بالتغيير السلمي في خامس جمعة سميت بجمعة الرحيل. سقف المطالب يرتفع من جمعة إلى أخرى. سمع عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. رجع الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس الشعب التونسي أن يكون الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يريد في هذه المرحلة النائي بنفسه عن أي مسؤولية تجاه الانتقادات الموجهة إلى الحكم قبيل الانتخابات. وفي مقابلة مع الميادين رأى مورو أن الرئيس التونسي لن يستطيع أن يغير شيئا كثيرا في ظل صلاحياته الدستورية. تحميل هذه الحكومة أوزار المرحلة السابقة ونحن على أبواب استحقاق انتخابي جديد، لعل رئيس الدولة يرغب في أن ينأى بنفسه عن أي مسؤولية حيال ما تنتقد به هذه السلطة.
لا هو كلاهما، هو رجل الدولة ورجل سياسة في الآن نفسه، لأن هذا الرجل الذي عاصر قيام الجمهورية منذ نشأتها إلى الآن أثبت أنه رجل دولة، لكنه كذلك رجل سياسة له المناورة والقدرة على الأخذ والعطاء والبيع والشراء. مع الصلاحيات الممنوحة له بالدستور لن يستطيع أن يغير شيئا كثيرا. الشيخ مورو أيد مراجعة الدستور لجهة إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس البلاد والتراجع عن النظام البرلماني في انتظار تمتين الأحزاب لتصبح مؤهلة لقيادة تونس. أنا من الذين دعوا منذ مدة إلى مراجعة الدستور في اتجاه إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، لأننا عندما اخترنا النظام البرلماني لم نأخذ بعين الاعتبار أن النظام البرلماني مرتكزه هي الأحزاب، والأحزاب الجديدة لا تستطيع أن يكون لها أداء إيجابي يجعلها مؤهلة لأن تقود البلد في مرحلة جديدة كالتي نعيشها اليوم. أنا في تصوري النظام البرلماني يصلح للبلاد التي حظيت فيها الأحزاب بموقع قوي وأصبحت لها تقاليد وأصبحت لها خيارات تميز بعضها عن بعض، أما الوضع في تونس فهو لا يؤهلنا أن نفرح بأداء إيجابي في نظام برلماني يرتكز على أحزاب بعضها تشقق وأصبح عدة أحزاب وهو مؤثر في الأداء. الشيخ مورو أسف لكون حركة النهضة لم تحدد موقفها في السباق نحو الرئاسة رغم وجود قياديين بارزين فيها، ولم ينفي وجود خلافات وتباينات داخل الحركة، وأشار إلى أنه من بين المرشحين المحتملين للسباق الرئاسي. أنا لم أعرض نفسي على النهضة إلى الآن، ولا أستبعد أن أكون من الذين يتسابقون في هذا المضمار بشكل أو بآخر. لا يعني ذلك أني قررت هذا الأمر، لكن أتحدث عن الإمكان النظري. الإمكان النظري متاح، أنا أتمتع بحقوقي المدنية، لكن أرى أن النهضة لها قيادات يمكن أن تخوض هذه المعركة بعيدا عني أنا. لها رئيس حكومة سابق الأستاذ علي العريض الذي يمكن أن يكون متسابقا، الأستاذ نور الدين، غيره. مورو قال إنه لا يوجد موقف نهائي في حركة النهضة من مسألة ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة تونس. أنا أعربت عن رأيي سابقا بأني لا أراه في موقع رئاسة الجمهورية لسبب وحيد، هو أن يكون للتونسيين جميعا، وأن لا يحمل نفسه وزراء الإنجاز اليومي، أن يكون مرجعية للجميع عندما تشتد بينهم حالات التعسف فيما بينهم. أبلغ وزير العدل للكونغرس في رسالة بانتهاء تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال أنه سيسلم ملخص التقرير للكونغرس في فترة قد لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع. حول هذا الموضوع معنا من واشنطن مراسل ميادين محمد كريم. محمد، يبدو أن هناك يعني لا يوجد تفاصيل حتى اللحظة، لا أعلم إن وصلتك أي تسريبات بحسب ما يتداوله الإعلام الأمريكي، ولكن هناك من يقول ما قبل التقرير ليس كما بعده، ما حقيقة ذلك؟ نعم بالتأكيد أيهم، كما تفضلت يعني بعد قرابة عامين من التحقيقات التي قام بها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتهم الموجهة للرئيس ترامب وحملته الانتخابية إن كانت متواطئة مع روسيا بهذا المجال، يبدو اليوم نحن أمام نقطة مفصلية على ما يبدو في المشهد الأمريكي، ويعتمد بطبيعة الحال بما يحتويه هذا التقرير من مواقف وأدلة قاطعة أو مشكوك فيها حتى في هذا التحقيق الذي خرج بإدانة تقريبا 34 شخصية، 6 منها كانت مقربة
من الرئيس ترامب ضمنهم مدير حملته الانتخابية، مستشار أمنه القومي المقال ومحاميه الخاص، بالإضافة إلى 26 روسيا وثلاث شركات روسية وأشخاص آخرين. طبعا وزارة العدل بطبيعة الحال أعلنت أن المحقق الخاص روبرت مولر سلم تقريره المنتظر بشأن دور روسيا في هذه الانتخابات، وإن كان هناك أي تواطؤ محتمل بين ترامب مع روسيا أمر غير معروف حتى الساعة. لكن ما الذي حصل؟ بعض التسريبات الإعلامية من داخل وزارة العدل قالت بأن مولر في التقرير لم يقم بتوجيه أي إدانات إضافية قد يجري على إثرها محاكمات لعدد من الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تنال منهم كما كان يعتقد في السابق. وهذه الحلقة الضيقة طبعا نحن نتحدث عن سهر الرئيس جارد كوشنر، نتحدث عن نجلي وما حصل من الاجتماع والحديث عن اللقاء الذي حصل في برج ترامب في نيويورك بان الانتخابات الرئاسية عام 2016. وبالتالي التحقيق على ما يبدو أنه لم يتوصل إلى نتائج قاطعة تؤكد تهب التواطؤ المنسوبة لترامب أو حملته الانتخابية. لكن بطبيعة الحال أيهم الآن ما الذي سيجري بعد تسليم مولر لهذا التقرير؟ وزير العدل الآن يقوم بمراجعة هذا التقرير، وقد يطلب من مولر إعادة تحقيق بعض الأجزاء من هذا التقرير أو إغلاقه بشكل كامل، وبالتالي يقوم بعدها بتسليم الكونغرس بأجزاء معينة من هذا التقرير أو أجزاء مختصرة تشمل ما توصل إليه هذا التحقيق وهذا التقرير بالنتائج الرئيسية. الكونغرس هنا نقطة الجوهرية أيهم والتي يجري الحديث عنها. الكونغرس منقسم إلى قسمين، الديمقراطيون بطبيعة الحال يطالبون بنشر تفاصيل هذا التقرير إلى الرأي العام الأمريكي، وهذا ما يحاول التحفظ عليه الجمهوريون، وهذا كان واضحا من خلال البيانات التي صدرت من عدد من أعضاء الحزب الجمهوري وحتى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي بطبيعة الحال رحب بإعلان مولر انتهاء التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي، لكنه طالب بإعطاء الوقت لوزير العدل ويليام بار من أجل مراجعة هذا التقرير والكشف عن الأجزاء التي يمكن أن تكون واضحة ومعلومة للعلن، والاحتفاظ بالأجزاء الأخرى لأنها أجزاء سرية قد تتعلق بأسرار تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. لكن في المقابل كان هنالك بيانا مشتركا لزعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيمة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، طالبوا فيه بشكل صريح من وزير العدل ويليام بار بتقديم التقرير بشكله الكامل كما قدم إليه من قبل مولر إلى الكونغرس الأمريكي، وأيضا طالبوا ويليام بار وزير العدل بنشر التقرير إلى الجمهور، وأيضا حذروا وزير العدل من أن يقدم الرئيس ترامب أو محاميه أو موظفي من معاينة هذا نتائج هذا التحقيق، وبالتالي قد يتدخلوا في تفاصيل من هذا التقرير أو أجزاء منه، وبالتالي قد يحاولون منع بعض الأجزاء المتعلقة بالتحقيق والتي تضمنها هذا التقرير بالخروج إلى العلن، وهي تؤثر بطبيعة الحال على الرأي العام. إذن نحن اليوم أمام معركة جديدة، هل سيتم الإفراج عن هذا التقرير للعلن؟ هل سيتم الإفراج عن المحتوى؟ هل هنالك تواطؤ حصل عليه هذا التحقيق في هذا التقرير الذي سلم إلى وزارة العدل؟ طبعا الدلائل الأولية تشير إلى بما أنه لن تكون هنالك يعني اتهامات إضافية أو إدانات إضافية وتوصية من قبل المحقق الخاص مولر، إذن لا يبدو أن هنالك اتهام واضح بوجود تواطؤ لربما على أقل تقدير من قبل الدائرة المقربة من ترامب مع روسيا بشأن الانتخابات الرئاسية السابقة، وبالتالي الساعات المقبلة ربما ستكون حبلى بهذه الإجابات على هذه الأسئلة التي أيضا هي أسئلة الشارع الأمريكي أيهم. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل محمد كريم مراسل ميادين، كنت معنا من واشنطن. أقيمت في مدينة كرايست تشيرش مراسم تشييع شعبية ورسمية لضحايا مجزرة المسجدين بحضور رئيسة الوزراء النيوزيلندية. كذلك وقفت جموع المصلين دقيقتي صمت حدادا على أرواح الضحايا. زهراء ديراني. الأذان يصدح في نيوزيلندا، بثته كل وسائل الإعلام التضامن عميق مع ذوي ضحايا مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش
فعند خط الوحدة رصت الصفوف وفتحت الأيدي للدعاء والسلام في بلد كان قبل المجزرة يلقب ببلد البراءة، فغدا يتبرأ من التطرف. قلوبنا محطمة لكننا لم ننكسر، نحن على قيد الحياة، نحن معا وكلنا تصميم على ألا نسمح لأحد بأن يفرق بيننا. دقيقة صمت على أرواح ضحايا مجزرة ضج بها العالم وتابع تفاصيلها الدموية مباشرة. أسبوع مر على الفاجعة ونيوزيلندا تتجرع المرارة وتخطف الصدمة ملامحها، فلا غطاء يحجب الحزن ويخفي الألم. نيوزيلندا تشاطركم الأحزان، نحن واحد. لبت هذه الشرطية دعوة الحجاب من أجل الوئام، كثيرون أقدموا على هذه الخطوة تضامنا مع المسلمين ورفضا للتطرف، أما آخرون فوسوا ذوي الضحايا برقصة الهاكا الشعبية، التقليد الموروث الذي كان يؤديه المحاربون القدامى من سكان نيوزيلندا الأصليين قبل الحرب واحتفاء بالحياة. عبق الورود طغى على رائحة الموت في كرايست تشيرش، ولغة الحب غمرت المكان. مسحت آثار المجزرة بالكامل، لكن ما من شيء سيمسح هذا التاريخ من ذاكرة نيوزيلندا. بحضور وزير الخارجية النيوزيلندي، اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بشأن الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. المشاركون شددوا على الوحدة والتضامن للقضاء على ظاهرتي التطرف والإرهاب العالميتين. تقرير محمود واثق. تحت عنوان مكافحة الكراهية والتعصب ضد المسلمين، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية عقب الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا بمشاركة وزير الخارجية النيوزيلندي في إسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تتولى بلاده رئاسة المنظمة حذر من خطورة خطاب الكراهية المتساعد في الغرب ضد المسلمين. علينا كسياسيين أن تكشف الحقائق وأن نتحدث بكل صراحة وشجاعة. ينبغي معالجة مرض النازيين الجدد والذي بات ينتشر في الغرب ويحرض ضد المسلمين. يجب أن تتوقف كراهية الأجانب والمسلمين في الغرب، فالإرهاب يضرب الجميع من دون تمييز. أنا هنا للمشاركة في اجتماع تقديم التعزية للحكومة والشعب النيوزيلندي جراء ما حدث من كارثة إنسانية راح ضحيتها العشرات من الأبرياء في بلادي. الإرهاب ظاهرة دولية لا ترتبط بأحد، وهذا ما أكدنا عليه بأنه يجب التصدي لهذه الظاهرة للقضاء عليها. تقدير وإشادات من قبل الحضور بموقف الحكومة النيوزيلندية والطريقة التي عالجت بها تداعيات جريمة المسجدين، مع تأكيد ضرورة التضامن والتكاتف الدوليين للقضاء على مرض خطاب الكراهية الذي يضرب الإنسانية ويهدد المجتمعات. هناك أهمية قصوى لموضوع التشريعات، تشريعات على مستوى العالمي تجرم الإسلاموفوبيا باعتباره شكلا معاصرا من أشكال التمييز العنصري. التحرك على المستوى الدولي والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي باتت تنتشر في الغرب، والدعوة إلى إعلان 15 من شهر آذار مارس يوما للتضامن العالمي مع المسلمين هي أهم القرارات التي خرج بها اجتماع منظمة التعاون الإسلامي. الإرهاب ظاهرة عالمية لا علاقة له بالدين، واليمين المتطرف في الغرب لا يقل خطورة عن تنظيم داعش، ما يستدعي العمل لمعالجة هذه الظاهرة قبل توسعها. هذا ما أكده الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. تذكير بعناوين النشرة. بومبيو جاء بلاءاته الثلاثة، لا لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وأي دولة في العالم مع سوريا.
نائب وزير الخارجية السوري للميادين لا حدود أمام دمشق لاستعادة الجولان المحتل، وهي جزء لا يتجزأ من المقاومة ولا تكتفي بدعمها فقط. إعلان ترامب حول السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل يواجه برفض دولي، هي أرض سورية وفق القرارات الدولية. أكيد أكدنا أن حزب الله بالنسبة لنا هو حزب لبناني غير إرهابي، هو منتخب نوابه من الشعب اللبناني وبتأييد شعبي كبير. تأكيد رسمي لبناني لرفض تصنيف حزب الله بالإرهابي، وحزب الله يصف تصريحات بومبيو بالتحريضية وبأن هدفها إنقاذ إسرائيل من المأزق. شهيدان وعشرات الجرحى جراء اعتداءات الاحتلال على المتظاهرين في مسيرات العودة في غزة. تظاهرات حشيدة في الجزائر تطالب بالتغيير السلمي في البلاد وترفض التدخل الخارجي. أنا لم أعرض نفسي على النهضة إلى الآن، ولا أستبعد أن أكون من الذين يتسابقون في هذا المضمار. الشيخ عبد الفتاح مورو لا يستبعد الترشح لمنصب الرئاسة التونسية ويؤيد مراجعة الدستور لجهة إعطاء صلاحية أكبر للرئيس. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.نت وباللغة الإسبانية إسبانول.الميادين.نت. موجز أخباري على رأس الساعة.